والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعد بحجي رئيس الغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى والنواحي. بغيت نعطي إحاطة شاملة للمؤتمر الوطني لأيام الصيدلانية في نسختها 9 بالعاصمة الإسماعيلية. هذا مؤتمر نقدر نقول أنه مؤتمر مرة في ظروف مثالية، اللهم لك الحمد، مؤتمر في المستوى العالي بعد تقطع فاق 5 سنوات. الانزال اليوم ديال الصيادله اللي شاركوا في هذا الملتقى، احنا ما كناش كنتظروا هذا العدد. هذا يمكن وصلنا تقريبا واحد 3000 ديال الصيادله اللي حجوا العاصمه الاسماعيليه باش يحضروا لهذا الملتقى العلمي. النقابات كلها تقريبا بالتمثيليات المهنيه، بالمجلس الجهوي لصيادله الشمال، المجلس الوطني، التكتلات كلها، التنظيمات كلها المهنيه كانت حاضره في هذا الملتقى. هذا نعطي معطيات عامه على هذه الايام الصيدلانيه في النسخه ديالها 9. العنوان ديالها اللي كان كوفيد 19، رهانات، تحديات، الظرفيه ديال الجائحه خلتنا اننا نعرفوا بزاف ديال الامور، منها رد الاعتبار للصيدلي خلال الظرفيه ديال الجائحه. خصنا نوه بالدور اللي قدمه الصيدلي بحيث تحول الفضاء ديال الصيادله كان هو الملجا الامن الوحيد اللي كيلجؤوا له المغاربه باش يعرفوا معطيات على الجائحه، على هذا الفيروس الجديد اللي متحور والناس ما عندهمش معطيات عامه شامله عليه. فكيجيو كياخذوا معطيات على البروتوكول العلاجي، على التدابير الوقائية، كيفية الحماية، كيفية استعمال المعقمات، الكمامات، كيفية احترام التباعد. لأن هو هذا الكوفيد، هذا الفيروس هذا خلانا أننا نديروا إعادة النظر في الحياة ديالنا اليومية، في كل شيء، كيفاش كان العلاقة ديالنا مع المحيط، مع الإنسان، مع البيئة، مع التكتلات، مع المهنة، مع الفرقاء المهنيين. لاحظتوا اليوم بانه المحاضرات كانت في المستوى العالي، وبالارقام لاحظتوا بانه المداخله اللي كانت المحاضره ديال 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 الاستاذ البروفيسور اللي تكلم على الموضوع ديال الكوفيد، الناس في القاعه تفاجؤوا بزاف ديال المعطيات، لان حتى اللحظه وحنا مازالين كنتعلموا وكنكتشفوا امور جديده في هذه الجائحه. المغرب كان حاله استثنائيه، كان حالة استثنائية في المحيط ديالو الإقليمي، في المحيط الدولي. بمجرد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عطى التعليمات ديالو الأولى، كاع المؤسسات التشريعية كانت في المستوى العالي، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الصيادلة، الأطباء، الناس في كاع المجالات اللي كتهم المنظومة الصحية كلهم كانوا متعبئين، رجال الدرك، الناس ديال الإدارات كلها كانت متعبئة باش أنها تكون في الصفوف الأمامية، وتخلي أنه المغاربة يخرجوا سالمين من هذه الجائحة. الجائحة ما كانت سهلة، ولكن المغرب ولله الحمد قدم ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ملحمة فيها كل شيء. المغاربة عرفوا شنو هو الالتزام، شنو هو التآزر، شنو هو التضامن، شنو هو مساعدة الغير، شنو هو كتعرف القيم ديال بلادك، كتعرف بلادك وكتعطيها القيمة، لأن المغاربة عبر التاريخ كانت ملاحم كبرى قدموها المغاربة. سنوات اللي مرات راكم كتعرفوا كان صدر فيها أكثر من الجائحة ديال كورونا، والمغاربة كانوا
كانوا عند الموعد، المغاربه ديال الملاحم، المغرب اليوم اللي كان عيشوه، لان جدودنا عاشوا المسيره الخضراء، عاشوا سنوات البون، سنوات المجاعه، دوزوا جائحات كانت كبيره وكبيره بزاف، ولكن المغاربه اللهم لك الحمد كانوا دائما كيخرجوا سالمين. الظرفيه ديال الجائحه ديال كورونا خلاتنا نعرفوا بان الصيدلي هو هذاك المهني اللي كيعطي واحد المجموعه من الخدمات الصحيه، خدمات القرب في الفضاء ديالو، والناس عرفوا شنو هي ديك الخدمات، لان الصيدلي تحول لمساعد نفساني، للطبيب، هو هذاك المستوصف اللي كتخرج وكتلقاه في الحي ديالك، وكتلقى الصيدلي رهن الاشاره باش يقدم لك كاع الخدمات. كانت حاله رعب خصنا نعترفوا، لان المغاربه عاشوا حاله رعب، كيخرجوا وكانت الموت يمكن تناولك في اي منطقه، في اي زاويه، في اي ملجأ، في اي مؤسسه، في اي في دارك، ولكن ذاك الصيدلي كان كيأمن باش يخلي السكينه والنظام الصحي ما يتقاش، لان فاش كنهضروا على السكينه والنظام الصحي كنهضروا على النظام العام. هذا هو ذاك الصيدلي اللي اكتشفوه المغاربه. بالمناسبه كنبغي نشيد بالادوار اللي قدموا الصيادله خلال الظرفيه، كنبغي نترحم على الناس اللي توفوا، وعندنا صيادله توفوا رحمهم الله بسبب الجائحه، والتكريم اليوم كانوا عندنا حالات اللي شتوا العائلات جاو وليداتهم كانوا صيادلات توفوا بكورونا وبكوفيد 19. هاد السيده اللي دازت هي والابن ديالها ما كانش كتوقع ان الزوج ديالها عادي يمشي ويخليها، لانه كان انسان محافظ على السلامه الجسميه ديالو، انسان كيدير الرياضه، انسان كيعيش الحياه، ما كانش كيتخيل انه واحد النهار عادي يغادر بديك الطريقه. مات الله يرحمه. هادو هما الصيادله. كنبغي نشكركم انتم كمنابر اعلاميه دائما كنتو معنا في كاع المحطات الخيريه الانسانيه النضاليه. الصيادله فاش كانوا كيخرجوا القوافل الطبيه كنتو حاضرين معاهم. الصيادله فاش كانوا كيديروا قافلات مساعدات مثلا بالنسبه لمكناس المستشفى سيدي سعيد كنتو حاضرين معنا. الصيادله فاش كانوا كيخرجوا يديروا الحملات التحسيسيه في الشوارع بشراكات مع المندوبيه الجهويه لوزاره الصحه، بشراكه مع المؤسسات التشريعيه، العماله، مجلس العماله، المجالس المحليه، الصيادله كانوا في الصفوف الاماميه للتحسيس، كيفيه استعمال المعقمات، كيفيه احترام التدابير الاحترازيه. كنشكركم، وهانتوما اليوم انا بين قوسين عادي نقول كتحتفلوا معنا في هذا المؤتمر هذا، لان عشتوا معنا 3 سنوات غطيتوا كاع المعطيات بالارقام. اليوم كنقولوا بان الحمد لله المغرب مرة إلى بر الأمان. كنشكركم، نتمنى دائما تكونوا معنا وحاضرين معنا، ومستقبل ديالنا دائما غادي تكون يدينا ممدودة لشراكة فاعلة، لأن أنتم اللي كتوصلوا المعلومات الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.